توتي احمد سعيد اوكا. وادي هجمه لسه خطر لسه خطر وبيرقص والهدف الاول الهدف الاول للاسيوطي الهدف الاول للاسيوطي محمد عنتر. محمد عنتر بيتقدم لفريق الاسيوطي، رقص ومشي وركن على يمين الحارس محمد مصطفى عشان يتقدم الاسيوطي بهدف محمد عنتر في الدقيقه 35 من هذا الشوط. محمد عنتر بيكسر حاجز الصمت هنا في استاد القاهره ويتقدم لفريق الاسيوطي. ادي الكره بتعدي لمحمد عنتر، بيخلصها نفسه حلوه ويعدي من حارس المرمى ويرقص ويلعب العرضيه ويمرر داخل الشباك بعد ما عدى من حارس المرمى. لكن كان فيه خالد رضا كان ممكن يغطي حارس المرمى.